يا هلا والله. اليوم بدنا نعمل مقلب ياسمين، حنجيب استرتش فيلم وحنلفه حوالين سيارته. ياسمين حتكرهيني، انا اسف كثير. اكبر واحد، انا واحد هاي. اوكي، طبعا هاي 100 متر حنلف فيها كل سيارة ياسمين. يلا اليوم. يوريني يضل عايش يعني. طبعا يعني والله ابن داود. ايه هاي داود، عنده قناة اسمه ابن داود. يلا فكي لك. شو رأيك فكرة مثل ما عملت؟ لا. Why are you running? شو ساوي؟ يلا لا خلاص ما رح اعمل شيء. يلا اشتغلي حتصور. طلع عادي لك، كتبوا المرايا كمان ممكن ينكسروا. بس ما عارف شو افهم كيف لحق استعمل هدول الاشياء كلها. A few moments later. لا مو معلش. ها؟ مو معلش. خلاص لا. كانوا بحطوا هيك اشياء ثاني مره. تمام. اوكي. كانه خلاص بزياده هيك صارت. هيد شوت. وين افتح سارة؟ راضي؟ لا. خلاص بكفي. خلاص. بيتي؟ هدنا؟ هدنا. بليز شكرا. انا عملت هدنه ما دخلني. خلص ماشي يا داود بكفي. باي جايز. اليوم بدي اصبغ شعري. ايه فوتوا يلا اشتغلوا فيني. هي كنزه تبع ياسمين، فسوري على طبعا احنا هسه بدنا نسحب لون اللي هو هذا الاكسجين، ما بعرف شو بالضبط الخلطه الخرافيه. فيلا حترككم على تايم لابس وشوف شو بيصير فيني. سحبنا لون الشعر هيك طلع. طبعا هلا بقى السبتو اللي هي انه نحن نصبغ الشعر. فيلا اوكي جايز، هذا اللون طلع. ف عجبني بصراحه، التغيير حلو، فانصحكم تغيروا من طريقة حياتكم، تغيروا من أي شيء يعني. ف نايس. طبعا ثانك يو ياسمين. المهم فجد جد أي حدا بده يحسن من حياته يغير شيء. بس أنا ما راح أصبغ لحدا. بيت بروموشن وذ ياسمين. أي حد بيصبغ عن طريقي في كود معين حطوه بتاخذوا خصم. المهم فخلص الفيديو.
نعيمان. الله ينعم عليكي، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير ونشروا المقطع بين اصحابكم. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing, wee!